تتراكم النفايات الصلبة الناتجة من فعاليات الإنسان المختلفة بما يشمل النفايات البشرية والتجارية. فلسطين بشكل خاص تواجه تحديات عديدة في إدارة النفايات، حيث إنها تعاني من تزايد مستمر في توليد النفايات وعدم توفر مساحة أراضي لتوسيع المكبات الحالية أو إنشاء مكبات نفايات بتكنولوجيا حديثة، إضافة إلى الرفض المجتمعي لإنشاء مكبات نفايات بالقرب من الأراضي الزراعية أو المدنية. يعتبر الحل المثالي لإدارة النفايات في الحد من توليد النفايات عن طريق التدوير وإعادة الاستخدام. يبلغ إنتاج الفرد الفلسطيني من النفايات البلدية في الضفة الغربية 730 جراماً يومياً، حيث يبلغ إنتاج الضفة الغربية من النفايات المنزلية 2190 طناً يومياً، وهو ما يعادل قرابة 799 طناً سنوياً. يتم تجميع حوالي 48.5% من النفايات البلدية الناتجة، وتقدر ب 1062 طن يومياً من قبل مجالس الخدمات المشتركة، ويتم تجميع الكميات المتبقية تحت مسؤولية البلديات والقرى. يمكن الاستفادة من المواد الناتجة عن النفايات، فعلى سبيل المثال البلاستيك الذي تشكل نسبته 15%، والمعادن 2%، والورق والكرتون 12%. لابد من الإشارة إلى معدل كمية إنتاج الأفراد عندنا في فلسطين من النفايات، يعني تبلغ النسبة ما يقارب 0.7 لكل فرد عندنا في فلسطين. 60% من هاي النفايات هي نفايات عضوية من بقايا الطعام الموجودة عندنا. ما تبقى من نفايات 40% هي نفايات متنوعة ما بين كرتون وزجاج وباقي أنواع النفايات. في الحقيقة أن موضوع إعادة التدوير موضوع مهم جدا، موضوع له أبعاده الاقتصادية والبيئية الموجودة عندنا في فلسطين. من ناحية الأبعاد البيئية، إذا إحنا طبقنا موضوع إعادة التدوير، يعني بنكون في إطالة مكبات النفايات الموجودة عندنا، وبكل الأثر البيئي أو الانبعاثات البيئية المضرة عن عدم إعادة التدوير. النفايات الصلبة تحتوي على الكثير من المواد الخام التي يمكن أن تستثمر بواسطة استرجاعها وتصنيعها من جديد. لا شك أن هناك الكثير من المشاريع التي تعمل على إعادة تدوير النفايات أبدع فيها شباب من فلسطين عملت على إعادة تدوير النفايات الصلبة أو ابتكرت طرقاً للتخلص منها بطريقة صحية وسليمة. مشروعي اسمه مشت الفن، هو عبارة عن مبادرة لإعادة تدوير البلاستيك أو الكرتون أو القماش لنعمل منتجات جديدة نرجع نستخدمها كمان مرة بدل ما يتم إلقائها في النفايات أو التخلص منها في النفايات. بيطلع عنا منتجات تستخدم في الديكور أو في الأثاث المنزلي أو للزينة، ومثل أصص الزراعة ممكن نزرع فيها، وبتم عملها بعمل يدوي حالياً. وكمان بنستخدم مواد طبيعية في إعادة التدوير كمان مرة زي الليف. احنا لحتى نحافظ على البيئة من المخلفات البلاستيكية والمخلفات الأخرى احنا بنجمعها وبنعيد استخدامها كمان مرة، بنعيد تدويرها. قد يظن البعض أن إعادة تدوير المخلفات البشرية فعل ذو جدوى اقتصادية وبيئية قليلة ولا يمكن أن يؤثر على البيئة بالحجم المطلوب،
ولكن وفي حال ساهمنا جميعا في إعادة تدوير المخلفات بأبسط أو بأعقد الطرق الممكنة لنستخدمها بطرق أخرى، سنساهم بشكل كبير في إحداث الفرق وجعل البيئة الفلسطينية صحية وآمنة لنا وللأجيال القادمة.